xereca no chão. Chão, chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 40 الف لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيبهم، بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. وللي ما بيعرف، مسوي لكم مسابقه على الفاير باس القادم لثلاثه اشخاص يا اصدقائي، باقي بس 5 ايام على هاي المسابقه. راح احكي عن هاي المسابقه بنهايه الفيديو للي حاب يشارك فيها. اوكي طيب اصدقائي، شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم يا اصدقائي راح يكون على وين هاي البكجات يا اصدقائي. وعدتكم انه انا افتح لكم هاي البكجات، اسوي لكم فيديو ونفتح هاي البكجات مع بعض. مثل ما انتم شايفين، طبعا اغلب البكجات هاي حصلت عليها من المواقع، وفي بكجات اشتريتها. يعني اليوم اشتريت بكجات تقريبا ب 7000 جوهره. اوكي، فهدول كلهم مع بعض يا اصدقائي بيطلعوا تقريبا 430 بكج او هيك شيء. اوكي، فيا رب يا اصدقائي بيكون الحظ خرافي بفتح هاي البكجات وبنقدر نحصل على هيك منهم يعني دائمات، ما بعرف، او ان شاء الله بنحصل عليهم كلهم دائمات. انا بعرف انه ما راح اخذ شيء دائم، بس بنقول ان شاء الله يا اصدقائي. اوكي، في عندنا اول باكجات راح نفتحها، راح نبدا من فوق هيك، واللي هي تبع سكار يا اصدقائي. طبعا سكار انا لحد الان ما حصلت عليه دائم للاسف. في الامبي 40 هذا الزهري والله حصلت عليه دائم، بس سكار الاخضر ما رضوا يعطوني اياه. فا اوكي اصدقائي، راح نقول بسم الله ونبدا نفتح اول 10 باكجات، وبسم الله يا رب يا اصدقائي بيكون الحظ خرافي. وهي اول 10 باكجات. اوكي 24 ساعة، كله 24 ساعة و3 ايام. طيب الخمس باكجات اللي بعدهم كمان كله 24 ساعة و1 7 ايام. طيب يا اصدقائي، طيب رح ناخذ ال10 باكجات، باقي بس 10 باكجات. اوكي كله 24 ساعة مثل ما انتم شايفين. اوكي الخمس باكجات اللي بعدهم يا اصدقائي، او ماي جاد دعم، والله دعم يا اصدقائي، والله العظيم دعم، مو مكتوب فوق وقت، والله دعم. انا بعرف يا اخي، والله دعم. خلونا ناخذ السكرين شوت يا اصدقائي. يا اخي اوكي سكرين، والله اصدقائي بتعرفوا هاد الامبي 40 يعني صلوا زمان نازل باللعبه، والله صلوا كثير نازل باللعبه. يعني هذا من اول السكنات اللي نزلت انه بتقدر تنزلها معك بساحه التدريب، ويعني كل فتره بفتح 50 60 باكج وما كانوا يعطوني اياه. طيب في عندنا هذا الشوتجن عندي اياه دائم، فكله راح ناخذه سكنر يا اصدقائي. اوكي يا هلا ومرحبا بالسكنر. اوكي راح يصير عندي مليون سكنر يا اخي. طيب باقي 11 باكج يا اصدقائي، يعني قد يعني 22 سكنر. اوكي هي واحد يا اصدقائي كمان 2 سكنر، وهذا الاكي دراجون كمان حصلنا عليه دائم واخيرا فسكنر يا اصدقائي. وهذا الام 4، اوكي هذا الام 4 شيبني يا اصدقائي وما كانوا يعطوني اياه كمان دائم ابدا، ما بعرف شو مشكلته معي هذا الام 4، بس ان شاء الله يا رب يا اصدقائي اليوم نقدر نحصل عليه دائم كمان مثل السكار الاخضر. ناخذ اول 10 باكجات ويا رب، والله دائم يا اصدقائي. يا اخي شو الحظ الخرافي اليوم هذا يا اصدقائي. طيب كان حكيتوا لي يا اصدقائي لو بعرف الحظ هيك يا اخي، والله كان حرقت ابو الماكينه على الكيوب ماجيك يا اخي، والله دائم يا اصدقائي. او ماي جاد، والله هذا كمان من الانفور، والله شيبني هذا، ما كانوا يعطوني اياه دائم. اوكي طيب اصدقائي، واخيرا هيك حصلنا هذا الانفور كمان دائم. يا هلا، انا مبسوط بالسكنر، مبسوط بما انه حصلت على سكن دائم، فيا هلا ومرحبا بالسكنر. اوكي هذا الام بي 40 عندي اياه كمان دائم، فاعطوني سكنر يلا بسرعه. طيب هدول البكجات طبعا ما بيفتحوا يا اخي، علقوا بالبروفايل هدول لانه عندي الحروف كلها دائمه، فهدول البكجات يعني المفروض يعطوني بدلهم سكنر بس ما عم بيفتحوا. اوكي هاي سكنات كلها كمان عندي دائمه، فكله راح يفتح سكنر يا اصدقائي مكانهم. طيب هذا الامفور كمان عن جد، هذا الامفور من الاحتفال من الكرنفال اللي عملوه تبع البرازيل، احتفال البرازيل، ولحد الان ما بدهم يعطوني اياه دائم. يا اخي يا رب يا اصدقائي، يا رب هاي العشر بكجات. اوكي الخمس بكجات الاولى ما فيها شيء، فيا رب الخمس بكجات اللي بعد. اوكي اصلا ما في غير 10 باكجات، ما اعطونا اياه دائم، كله 3 ايام و 24 ساعة. طيب اصدقائي في عندنا الام بي 40 هذا كمان عندي اياه دائم، فاعطوني سكنر يلا 10 سكنر. طيب هذا سكار الاحمر، او ماي جاد هذا سكار الاحمر يا اصدقائي، يعني كل الناس بتتذكروا لما اعطونا باكجات مجانا، عملوا حدث وبتحصل على باكجات مجانا، كل الناس اخذوه دائم الا علي عمر، يا اخي ما بدهم يعطوني اياه دائم، ما بعرف ليش، فاشتريت 50 باكج ويا رب وهي اول 10 باكجات. طيب 24 ساعة 3 ايام وكله 24 ساعة. اوكي اللي بعده كمان ما في دائم يا اصدقائي، يا اخي ما بعرف هذا السكار الاحمر ليش بيكرهني، شو سويت له انا؟ طيب هي كمان 10 باكجات، ناخذ 10 باكجات يا اصدقائي، كمان ما في شيء دائم. طيب الخمس الباكجات اللي بعدهم كمان ما في شيء دائم يا اصدقائي، كله 24 ساعة، يا اخي تعبوا شكل الحظ هذا الخايس. هي 10 باكجات ثانيين يا اصدقائي. اوكي طيب سبعة اعطوني اياه دائم، شوفوا قاعدين يعطوني اياه 7 ايام و3 ايام، اعطوني اياه دائم وريحوني يا اخي. اوكي باقي 20 باكج، هاي 10 باكجات يا اصدقائي كله يا اخي تعبوا شكل 24 ساعه يا اخي. اوكي طيب اصدقائي، طيب هاي ال10 باكجات الاخيره يا رب يكون الحظ فيهم. طيب اعطوني اياه دائم،
اوكي والله فكر دائم. طيب اصدقائي ما بدهم يعطوني اياه، في عندنا هذا سكن الاي كي هذا عندي اياه دائم فراح يعطوني بداله سكنر. هلا هلا ومرحب بالعشرة سكنر. في عندنا هذا الام 4 كمان، هذا الام 4 او ماي جاد صرفت عليه 8000 جوهر لما نزل بالماكينه وما كانوا يعطوني اياه، فيا ربي اصدقائي بنقدر نحصل على دائم. اوكي ما في دائم يا اصدقائي يا اخي. اوكي الحظ بالبدايه كان كويس، ليش ما يستمر هيك؟ طيب هذا السكنات هاي انا عندي سباز، هذا سباز اخذته دائم، بس اليوم بي يا اخي اعطوني سكن اليوم بي، هاي على 5 بجات بس. اوكي ما في دائم كمان، كله 24 ساعه يا اخي، الله ياخذ ال 24 ساعه، صرت اكره رقم 24 ساعه. 50 باكج او ماي جاد، 50 باكج تبع سكار، وسكار هذا عندي اياه دائم. اوكي هذول 50 باكج والله ما بعرف من وين جبتهم انا يا اصدقاء. جبتهم الموقع، بتذكر الموقع هذا كان كل ما تلف يعطوني باكجات تبع سكار. يا اخي 50 باكج والله لو ما كان عندي اياه دائم المفروض يعطوني اياه دائم. اوكي كله سكنر يا اصدقائي. في عندنا هذا الام بي 40 واللانشر عندي اياهم دائمين اثنين، فكله سكنر 17 باكج كله سكنر، يعني راح يطلعوا كم 20 34 سكنر. يا هلا ومرحب بالسكنر. طيب هذا الشوت جان كمان عندي اياه دائم، فيا هلا ومرحب بالسكنر. اوكي حاسس الفيديو كله صار سكنر انا، بس لا اصدقائي في باكجات ما عندي اياها. اوكي طيب اصدقائي هاي الباكجات ما راح تفتح، خلونا نفتح هاي السكن الام 4. كمان هذا سكن الام 4 نشفوه شيبوني ما اعطوني اياه دائم تبع الزومبي، فان شاء الله بهال 10 باكجات يا اصدقائي بيضحك لنا الحظ وبنحصل عليهم دائما دائم. اوكي كله 24 ساعه يا اخي، الله يحرق ابو شكل 24 ساعه، ما بعرف ايمتى راح تلغوا موضوع ال 24 ساعه من السكنات. طيب وفي عندنا هان كمان كلهم عندي ايام دائمات، ف 16 سكنر يا هلا ومرحب. هذا الشوتجن يا اصدقائي كمان ما رضوا يعطوني اياه دائم، يا اخي اعطوني اياه دائم وريحوني، والله انا بستاهل علي عمر رجل طيب. هاي اول 10 او ماي جاد، من اول 10 باكجات يا اصدقائي، من اول باكجات والله دائم، من اول باكج يا اصدقائي مو من اول 10 باكجات، من اول باكج شوفوا على اليسار جاي، يعني اول باكج يا اصدقائي دائم. او ماي جاد اوكي والله دائم. طيب اللي بعده كله سكانر. انا الان مبسوط بالسكانر يا اصدقائي، انا هلا مبسوط بالسكانر، اعطوني سكانر، المهم حصلت على سكن دائم. باقي باكج واحد اثنين سكانر. اوكي هذا الام بي 40 سكن كمان عندي اياه دائم، فاربع سكانر باكجين يعني اربع سكانر، فا اوكي خلونا نفتحهم يا اصدقائي واعطونا الاربع سكانر. يا هلا ومرحب، والله سكانر صاير مثل الجولد، 40 باكج لهذا السكار او ماي جاد. طيب كله سكانر يا اصدقائي، يعني 80 سكانر راح نحصل من هذا الباكجات، والله ما بعرف حاسس الفيديو صار كله سكانر، بس اوكي اصدقائي حصلنا على 3 سكنات دائمات، يعني والله شيء خرافي، اول مره بتصير معي بفيديو واحد. اوكي طيب هذا كمان الام 4 3 باكجات كله سكانر. طيب في عندنا هذا كمان كله سكانر، 11 باكج 22 سكانر، باقي باكج واحد. اوكي طيب في عندنا هذول السكنات عندي اياهم كلهم يا اصدقائي ما عدا سكن اليوم بي، يا اخي كمان ما اعطوني يا اخي، والله هذا السكن اليوم بي ما بعرف ليش ما بدهم يعطوني اياه دائم. ف10 باكجات خلونا نفتح يا اصدقائي ال10 باكجات ويا رب. اوكي 7 ايام اوكي كله يا اخي، الله يحرق ابو شكلكم. طيب ما في، طيب في عندنا هذول السكنات كلهم عندي اياهم ما عدا اللانشر يا اصدقائي، ما عدا اللانشر ما عندي اياه دائم، فيا رب نحصل على اللانشر دائم. اوكي كله 3 ايام. اوكي طيب اصدقائي ما حصلنا على دائم. في عندنا هان هاي البكجات يا اصدقائي كلهم ما عندي اياهم دائمين، كل شيء هون ما عندي اياه دائم ما عدا هذا شو اسمه الشوتجن يا اصدقائي، الشوتجن الوحيد اللي عندي اياه دائم والباقي كله ما عندي اياه. ف 37 باكج، نفتح اول 10 باكجات ويا رب لازم نحصل على شيء دائم منهم. اوكي ما في شيء دائم، كمان ما في شيء دائم هون يا اصدقائي. طيب ناخذ كمان 10 باكجات، كمان كله 24 ساعه، كمان ما في شيء دائم، هاي كمان 10 باكجات. اوكي كله 7 ايام ما في شيء دائم، 24 ساعه احرق ابو شكل 24 ساعه. اوكي يا اخي اعطوني شيء دائم. اوكي ما في شيء دائم يا اصدقائي. طيب في عندنا باقي شو اسمه ال10 باكجات هذول كمان ما عندي منهم شيء دائم يا اصدقائي ما عدا ال ان 94 تقريبا، فا اوكي يا رب يا اصدقائي بنحصل على شيء، انا بدي سنايبر احصل على دائم صراحه، فخلونا نفتح ال10 باكجات يا اصدقائي. اوكي 7 ما في شيء دائم، كمان ما في شيء دائم يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين، وهاي البكجات يا اخي هاي البكجات ما بدها تفتح. طيب افتحوهم واعطوني بدالهم سكانر، والله يا اخي خربوا لي بروفايلي هذول، خربوا لي الحساب تبعي هم موجودين هيك. طيب اصدقائي خلونا نروح نطمن على السكنات اللي حصلنا عليها دائمه. اول شيء في عندنا هذا الام 4 او ماي جاد، عن جد هذا الام 4 يعني من السكنات اللي انا بحبها للام 4 صراحه، فراح استعمله هيك.
لمدة يوم واحد بس يا أصدقائي، بس اليوم راح استعمله. أوكي تعال يا مفور يا قلبي أنت، شوفي عنا أشياء تانية أصدقائي. أوكي ما في هاد مش دائم، شوفي عنا أشياء تانية دائمة. والله ما بعرف يا أصدقائي، كمان الأكي ما في شي دائم حصلنا عليه يوم بي، الله ياخدك أنت، ما مستحيل تطلع لي دائم. أوكي طيب، في عنا أصدقائي سكار الأخضر يا أصدقائي، هاد كمان حصلنا على دائم. أوه ماي جاد، بعد عناء طويل قدرت أحصل على هاد السكار الأخضر دائم. أوكي بس يا أصدقائي ما راح استعمله صراحة، لأنه عندي سكار الفضي، سكار الفضي يعني يعني المفضل بالنسبة لإلي، فهاد ما رح استعمله سكار الأخضر، بس يلا ضفناه للمجموعة صار عنا دائم. أوكي طيب أصدقائي، شوفي عنا أشياء تانية كمان، والله ما بعرف MB40 ما في، ما أخذنا شيء للMB40، كل شيء من MB40 عندي دائم، شو بدنا ناخد. أوكي في شيء ناقص يا أصدقائي متأكد، يعني إحنا حصلنا على سكار والM4 وفي شيء كمان تاني دائم حصلت عليه، شو هو الشيء الدائم اللي حصلت عليه التاني؟ اوكي الشوتجن، الشوتجن حصلت عليه دائم كمان، الشوتجن هذا اللي بيطلع منه نار تقريبا. اوكي بس وين هان، صرنا عند القنابل، نحن بعدنا على الشوتجن كتير. اوكي والله الشوتجن حصلت على المفور والسكار الاخضر والشوتجن. خلونا نشوف الشوتجن يا اصدقائي من هون. اوكي بس ليش مو حاطين عليه شيء احمر؟ اوكي هذا هو، بس ليش مو حاطين عليه نقطه حمراء يعني كاتبين لي عليه انه نو يعني. اوكي فحصلنا على هذا الشوتجن. او ماي جاد هذا الشوتجن عن جد شكله رهيب، كيف بيطلع منه هيك مثل الكهرباء وهيك. اوكي شوفي عنا هان ما في شي دائم كمان. الامفور يا اخي ليش كاتبين لي عليه نوي مره ثانيه؟ ما خلص شفنا عرفنا انه نوي، اكتبوا نوي على الشوتجن يا اخي. اوكي فطيب اصدقائي، هاد كان الفيديو لليوم، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي المسابقه اللي حكيت عليها بدايه الفيديو اللي هي على الفاير باس القادم لثلاثة اشخاص، المسابقه راح تكون ان شاء الله بعد 5 ايام تقريبا او 6 ايام راح ينزل الفاير باس القادم. فبنفس اليوم اللي راح ينزل فيه الفاير باس راح اعمل لكم روم، وبهذا الروم الثلاثه الفائزين من هذا الروم هم اللي راح اشحل لهم الفاير باس القادم باذن الله. اول شيء الشروط طبعا المسابقه، تكون مشترك بالقناه على اليوتيوب. ثاني شرط تكون متابعني على الانستغرام، سوي لي سولو او ماي جاد فولو، قصدي اصدقائي فولو على الانستغرام. اصلا المسابقه هي راح تكون على حسابي على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف. اوكي فهذول هم الشرطين سهلين، يعني انه بس تشترك بالقناه على اليوتيوب وتعمل فولو على الانستغرام. وكيف راح تكون المسابقه؟ اوكي بعد 6 ايام او 5 ايام اليوم اللي راح ينزل فيه الفاير باس يا اصدقائي راح اعمل لكم روم، وقبل ما اعمل هذا الروم بست ساعات بخمس ساعات راح اقول لكم انه بعد خمس ساعات بعد ست ساعات راح اعمل هذا الروم، راح اعطيكم موعد يعني. وبالموعد اللي انا محدده بعمل الروم يا اصدقائي، بنزل لكم ستوري فيه الاي دي وكلمه السر تبع هذا الروم. طبعا لازم تكون سريع من اول الناس اللي تشوف الاي دي وكلمه السر عشان تقدر تشارك بهذا الروم. بعد ما يمتلئ هذا الروم يا اصدقائي راح نقول جو، اللعب راح يكون على المراكز الاولى، المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث هم اللي راح يكونوا الفائزين. لكل شخص فيهم راح اشحن له جواهر بحسابه عشان اجيب له الفاير باس القادم باذن الله. فهي كانت مسابقه اصدقائي، اذا كنتوا حابين تشاركوا فيها فمره ثانيه رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. وسوي اصدقائي لايك، بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كان معكم علي عمر، واشوفكم ان شاء الله على خير.